رحل الأديب والشاعر والقاص السوري شوقي بغدادي عن 94 عاما في العاصمة دمشق، بعد سجل طويل من المحطات الأدبية والثقافية التي أسرت المكتبتين السورية والعربية بالفكر والثقافة. وقد نعت الأوساط السورية الأديب الراحل وذكرت بعضا من أعماله الأدبية، منها البحث عن دمشق ورؤيا يوحنا الدمشقي وغيرها. نتوقف مع القصة الآتية ونعود للنقاش. هو حديث النفس الصافية للنفس، فالشاعر حين يكتب شاعر له صوته الفريد والخاص، يبحث نصه عن قيم الحرية والعدالة. بهذه الكلمات وصفت لجنة جائزة أحمد شوقي الشعرية الدولية الشاعر والقاص السوري شوقي بغدادي، الذي غادر الحياة في دمشق ليلة 29 من كانون الثاني 2023، بعد 95 عاما قضاها بخدمة الثقافة السورية وفق وصف المحيطين بالراحل. شوقي بغدادي أسهم عام 51 في تأسيس رابطة الكتاب السوريين، ثم شارك في تأسيس اتحاد الكتاب العرب، وعمل جاهدا على دعم الأدباء الشباب من خلال المنابر التي عمل فيها محررا وناصحا للتجارب الإبداعية الجديدة في ملحق الثورة الثقافي في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك في جريدة الأسبوع الأدبي في الثمانينات. لم تكن السياسة لتكف شرها عن الشاعر السوري، إذ اعتقل في زمن الوحدة بين سوريا ومصر، وبقي في سجن المزة 9 أشهر، وبعد إطلاق سراحه عاد إلى عمله في تدريس اللغة العربية في ثانويات دمشق، وتابع نشاطه السياسي في الأوساط اليسارية السورية. أكثر من قلب واحد كانت من أهم أعمال الأديب الراحل، الذي خلف للمكتبة السورية أعمالا أدبية كثيرة، ختمها بديوانه الصادر عام 2021 والذي حمل عنوان بعد فوات الأوان. معي الكاتب السوري محمود الوهب من غازي عنتاب. مرحبا بك أستاذ محمود. بداية يعني، وشكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك. بداية لو تحدثنا عن الأديب والشاعر والقاص السوري شوقي البغدادي، الحاصل على إجازة في اللغة العربية وأخرى في التربية، ما هي بدايات الشاعر والقاص شوقي البغدادي؟ شوقي بغدادي والرعيل هو من الرعيل الأول من الأدباء السوريين الذين واكبوا مرحلة هي من أهم مراحل سوريا الحديثة، مرحلة الخمسينيات، يعني كان في أوائل العشرينيات من عمره، وكان في ذلك الوقت نوع من النمو ليس الاقتصادي فحسب، وإنما الاجتماعي والثقافي. كثرت المنتديات وكثرت نجم عنها فيما بعد رابطة الكتاب السوريين التي شارك فيها وكان له دور رئيس، هو ومواهب كيالي و نادر السباعي وحنا مينة وعدد من الكتاب، عبد الرزاق جعفر وعدد من الكتاب الآخرين. وانتقلت الرابطة بعد أن تكونت في البداية من عدد من الروابط السورية التي كانت منها ما كان في حلب ومنها ما كان في دير زور. يعني أذكر هنا عصبة الساخرين المؤلفة من 12 عضوا في العام 1948، وكانوا من مختلف التوجهات الثقافية، ثم تشكلت رابطة الأرض أهل القصة، أيضا رابطة كتاب الشباب، رابطة الأدب الأدب الجديد، جمعية الأدباء العرب، و كلها تأسست في دمشق. أما في المدن السورية الأخرى فقد كانت أسرة الأصدقاء في حلب، رابطة الأدب السوري الجديد في اللاذقية، أسرة الكواكب في دير الزور.
هؤلاء اجتمعوا في كما ذكر تقريركم في العام 1951 وشكلوا رابطة الكتاب السوريين، لكن بيان الرابطة كانوا 8 أدباء فقط هم على التوالي، ذكرت قسم منهم. يعني لو تحدثنا شوقي بغدادي، سعيد حوراني، مواهب وحسيب كيالي، شحاذ الخوري، حنا مينا، ليان ديراني، صلاح دهني، 8 من الكتاب الذين يعني بدأوا بالتأسيس. عندما تأسست وصدر البيان في تموز عام 1952 كانوا 11 أديبا. لا، بال 52 عندما صدر البيان، بيان الرابطة، نعم، بالتأسيس كان بال 51 والبيان بال 52. نعم تفضل. نعم، البيان الإعلان عن الرابطة بال 52، وشارك فيها عدد من الكتاب اللبنانيين وعدد من الكتاب المصريين، وعرفت فيما بعد في ال 54 برابطة الكتاب العرب، ويعني نالها ما نالها في تلك المرحلة. كان الأدب يمر بمرحلة جديدة، أو ظهر تياران رئيسيان في الأدب، أدب أطلق عليه الأدب الملتزم، والأدب الآخر شعاره كان الفن للفن. طبعا المدرستان يعني يمكن القول فيهما بعض المغالات، واستقر في يعني النقد الأدبي في ذلك الوقت استقر على قضيتين أساسيات: الأدب الذي يجسد الحالة الاجتماعية، الحالة المحلية يعني اجتماعيا وسياسيا وإلى آخر ذلك، هو الذي يمكن أن ينتقل إلى العالمية. أما الحالة الثانية فكانت الحالة الإنسانية، يعني الأدب الذي يكتب بشيء من روح الأديب، من روح صاحبه. كانت نعم، ولكن هنا اسمح لي منارة الحقيقة، منارة ثقافية، نعم، كبرى. نعم أستاذ فضل. محمود، بالعودة إلى وفاة الأديب والشاعر شوقي البغدادي، ماذا كان دور الشاعر في تأسيس رابطة الكتاب السوريين؟ وحضرتك تحدثت أيضا عن منهجين في الأدب، المنهج الذي يتخذ الحالة الاجتماعية والسياسية، وأيضا المنهج الآخر الحالة الإنسانية. أين كان شوقي البغدادي من مع الحالة الأولى أم الآخرة؟ أم هناك بعض الكتابات وتشعر بأنها مزج بين الحالتين؟ نعم، شوقي بغدادي هو ترأس الاجتماع الأول للرابطة، نعم، وكان عمره في ذلك الوقت يعني 21 أو 22 عاما. يعني الرابطة كان هدفها 3 أهداف: الهدف الأول كان إيقاظ الحركة الثقافية والإيمان بالعمل الجماعي، وثانيها كان انحياز الرابطة إلى الفكر التقدمي التعددي لتحقيق الحرية والسلام، وثالثها أن الموقف الأدبي هو موقف ملتزم تجاوز مفهوم الفن للفن. طبعا هذا الموقف يعني جرى النيل منه الكثير، وخاصة عندما يميل إلى السياسة أكثر من الشكل الفني. يعني الفن والأدب يجب أن يكون هناك توازن ما بين الفكر أو العقل وما بين النهج الفني، لكن مع ذلك هذه المدرسة بشرت بأدب جديد، أدب ينحاز إلى الشعب، ينحاز إلى فقراء الشعب، وشوقي بغدادي ظل على هذا المنوال إلى أواخر حياته. ثمة حادثة أريد أن أذكرها هنا لأنها تركت أثرا كبيرا في نفسي. كنت أعمل في جريدة النور. تفضل أستاذ محمود. في العام 2000
2010 هذا الحديث تم أواخر العام 2010. نعم. وكان قد بدأ الربيع العربي تباشيره في تونس أولا ثم في مصر، وكنا نكتب في الجريدة وحتى الوضع العام في سوريا بما في ذلك النظام كان يعني كان مرتاحا، وكان يتصور أنه لن يكون هناك شيء في سوريا وأن سوريا تختلف عن مصر وتختلف عن البلاد العربية كلها. المهم طلبت، كنت أطلب من بعض المثقفين أن يدلوا بدلوهم في هذا في هذه التباشير الجديدة أو الأحداث التي كانت تحدث في الوطن العربي التي بدأت. نعم كانت. نعم طلبت من المرحوم شوقي بغدادي وقلت له أريد منك مقالا حول ما يجري في مصر، كان في مصر مشتد الأمور. وجاءني المقال ومكتوب بالخط اليد، قرأت العبارة الأولى كانت الحقيقة يعني كما أقول لك فرحة حقيقية ولكنها صدمة بالنسبة لي. كان ما الذي قال في بداية مقاله؟ نعم. قال أنا فرح وحزين، فرح لأن ما يجري في مصر شيء يرفع الرأس وشيء كذا وكذا، يعني امتدح هذه التباشير الشبابية الثورية إلى آخر ذلك. نعم. ثم قال أنا وحزين لأنني كنت أتمنى أن يحصل أولا في بلدي هنا في دمشق. وهنا الحقيقة أوقعني في حيرة، لأنني أعرف أن إدارة الجريدة لا يمكن أن توافق على الجملة طبعا. الثانية. فاتصلت مع قلت يا أبا طرفة، تعرف أنت الجريدة وأنت على صلة، كان يكتب طبعا مع الكثير من المثقفين، وكانت الجريدة منفتحة ولكن بحدود معينة يعني طبعا في سقف محدد للصحفيين الموجودين هنا. نعم للمراقبة. لكن كان في سقف محدد يعني ألا تمس يعني رأس النظام أو النظام بشكل عام كما في هذه الحالة، لأن أعتقد أنهم صرحوا أن سوريا عندما بدأت في ليبيا غير رمال ليبيا وإلى آخره. وكتبنا في النور وأنا من كتب لا أحد فوق رأسه مظلة، يعني جاء مرت العبارة ضمن زاوية يعني ضمن زاوية المحرر ضمن المهم سياق اتصلت مع نعم مرت ضمن سياق. اتصلت مع شوقي قلت له يا أبا طرف أنت تعلم الجريدة يعني وضع الجريدة وإلى آخره، يمكن ألا تمر هذه العبارة؟ فقال إما أن تنشر كاملة أو لا تنشر أبدا. وهنا الحقيقة يعني قلت أنا معه، معه لماذا؟ لأنني شعرت أنه يعبر عن روح الشعب السوري في ذلك الوقت، وأنه شاعر بالمعنى الحقيقي، تلمس ما يعانيه الشعب السوري في ذلك الوقت من قهر ومن ظلم ومن تعطش عميق إلى الحرية. فقلت على رأيك واعذرني أنا من رأيك، ولكن يعني هذا أمر الجريدة. طبعا كانت تحدث الكثير من المسائل عندنا في الجريدة. هذه الحادثة ظلت يعني مؤثرة بي. لماذا؟ لأن الأديب أو الفنان عندما يقول كلمته صادقة يعبر عن روح الشعب الذي نعم دون تجميل ودون رقابة يعني ودون قصقصة في الجمل والكتابات. يعني مثلا ولكن قبل يعني مثل هذه مثل هذه المقالة لو مرت نعم لو مرت لا نعم
قبل أن أنهي اللقاء لأن هناك بقي معي دقيقة واحدة. أستاذ محمود الوهب، بعد اندلاع الثورة السورية كان يعني لم نلاحظ بأن هناك كان نشاط كبير أو نشاط مرئي أو متابع لمن قبل الوسط الثقافي وتحديدا للشارع السوري الشارع العام لشوقي البغدادي، موقف، مقالات أو أي من إلى ذلك. ما هو كان نشاطه في السنوات العشر الماضية؟ والله يعني تعرف أنت، أولا شوقي بغدادي كان يعني في ذلك الوقت عندما قامت الثورة وطلبنا منه المقال كان عمره في منتصف الثمانينيات يعني من العمر، ولكنه ولكن يعني كان هو والكثيرين يعني أنا أعرفه وأعرف حنا مينا وأعرف الآخرين وكلهم يتحدثون في الخلوات عن الحرية ويتحدثون عن الظلم ويتحدثون إلى آخر ذلك. يعني أذكر أن أحدهم قال لي كنا في بداية الجريدة في الأشهر الأولى، وقال له سألني كم تتوقع أن تستمر هذه الجريدة، قلت له والله لا 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 أعرف يعني، قال لي سنة أو سنتين. وبالفعل كانت الجريدة بزهوتها يعني وبانطلاقتها الأولى فعلا استمرت سنتين أو ثلاث سنوات، لكنها بدأت تتراجع شيئا فشيئا. نعم، الكاتب السوري محمود الوهب، شكرا لك، كنت معنا من غزة عنتاب، وأيضا الرحمة لروح الأديب والشاعر والقاص السوري شوقي البغدادي. في ملفنا التالي سنتوقف مع فزعات درعا وتفاصيلها.